بالطبيعة ديما نقطة خارج الميدان معناها أحسن من بلاش. بما أن احنا تعثرنا في مباراة الفارطة مع الركبة في رجيش، احنا الحقيقة حاولنا أن نكسب 3 نقاط، جينا على 3 نقاط. كما ديما نحكي رحنا احنا ما عندناش حتى اختيار آخر، زلنا كل مباراة نلعب على 3 نقاط باش نقربوا شوية للفرق الأخرى. اليوم الحقيقة معناها ميتونلول كنا معناها قعدنا نستناو شوية في الشابية في مناطقنا على أساس باش نباغتها ونلعبوا الهجمات المرتدة. الحقيقة قبلنا هدف على أثر هفوة في كرة ثابتة يمكن وترنا شوية وخلنا معناها ندخلوا في الدوت هكا شوية، لكن الشوط الثاني عرفنا نرموا الأمور وبدلنا الخطة نتاعنا وعرفنا معناها طريقة اللعب الشباب الباهي، وكنا خير في الميتون الثاني على 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 ردهات الشوط الثاني كله كنا نستحقوا الانتصار. كنا جاتنا 3 أو 4 فرص معناها سانحة للتسجيل، على غالب هذيك الكرة ضيعناهم. يمكن نقول اني ضيعنا الربح الحقيقة اليوم على المباراة اللي قدمها الملاعبية، ما قصروش خاصة الشوط الثاني. الحمد لله على الأقل كي يبدأ فما أداء، على الأقل نكونوا مرتاحين نخموا في المباراة الجاية نكونوا أكثر تفاؤل، ويلزمنا معناها نجيبوا النقاط اللي ضيعناهم في رجيش، 2 نقاط اللي ضيعناها، 3 نقاط اللي ضيعناهم في رجيش لازم نداركوهم بحول الله. معناها إن شاء الله من الحسن إلى أحسن مباراة، كل مباراة خير من أختها، وهذيك الحاجة الباهية اللي متفائلين بها.